مرحبا يا جماعة. باهي، أنا اليوم اخترت لكم اكزرسيس نتاع باك باش نخدموه مع بعضنا، حتى من الكولور كيما الكولور اللي جا فيها، جا بالأزرق العام هذاك. سي دونك باك 21، باك 21 دونك خليتها بالورقة، معناها عرفتك كأنه اون ديريكت، باش نخدموا منها الاكزرسيس تاع الفونكسيون. داكوردو، الاكزرسيس دونك نيميرو 4، باك برينسيبال 21، اكزرسيس 4 برانسيبال 21، 20 21. باهي، هاي سيتي اش عطانا يا اخويا؟ عطانا اف دو اكس سور ار، بيان سور ديفيني سور ار، اف دو اكس ايكال اكس موان اكسبونونسيال اكس موان 2، افيك اكس ابارتيان ا ار، دونك سي لا فونكسيون ديفيني سور ار. Et on désigne par C sa courbe représentative dans un plan ou dans le plan menu d'un repère autonormé OIJ. Calculer la limite de f de x en moins l'infini. Premièrement, A. On va calculer donc la limite. La limite de f de x lorsque x tend vers moins moins l'infini. l'infini. Donc, la limite est là. X plus l'infini, exponentielle X en moins l'infini, 0. Mais, ou la kin, mishwa, hâte, n'a pas l'idée. Aush, n'a pas l'idée. Étape, zgira, allah. Edia, c'est la limite de X moins monsieur. exponentielle X fois lorsque X. أوه لا لا، بنوسعوا بالنا ونستحملوا، نستحملوا الظروف المباشرة سي جراس. الله غالب، شو نعمل ترى؟ أي لا، البار هو اللي يتمس شوية، دونك يلزموا شوية ريجلاج. اسمه ضربة بالفيس. أي نورمال مو عارف. ولا هي البلاصة عرفت بلا سيبو هكا سيبو اي مسيو اي سيبو مسيو لينا قالت لك حل الميكرو الو مريك ساو مريك مسيو اي واش مسيو بروبي لوي عملت فركتها الاكسبوننسيال على خاطر الاكسبوننسيال ا مون بي اكسبوننسيال اكسبوننسيال فوالا باش نكتبوا القواعد باهي تو احنا امورنا مريقله اخ عندنا اسمع قبل كل شيء اكسبوننسيال A plus B égale exponentielle A fois exponentielle B. Exponentielle A moins B. Nous avons écrit exponentielle A fois exponentielle moins B. Ou nous avons écrit aussi exponentielle A sur exponentielle B. Et les filles, moi, j'ai l'autre manière. D'accord? Pour cette raison, je me dis, من غادي باش نقولوا سي لا ليميت دونك دو اكس موان اكسبونونسيال اكس. هي كان تحبوا نقسموها سير اكسبونونسيال معناها او 2 والا حتى نخليو كيك ما عندناش حتى مشكل. نجم نكتبوا سي اكسبونونسيال اكس سير او كاري ولا او 2 اكس تون فير موان لانفيني. هما الزوز كو سوسوا هذه ولا الكريتور هذه يعطيونا نتيجه. علاش اكسبونونسيال اكس او موان لانفيني اش تعطينا هذه؟ اكسبونونسيال اكس او موان لانفيني يا جماعه ليميت دو اكس وي ليميت دو اكسبونونسيال اكس او موان لانفيني ايكال زيرو زيرو فوالا هاي كي هذه زيرو زيرو دونك زيرو سير اي عدد ولا فوا اي عدد زيرو زيرو فوالا هذه زيرو دونك هذه زيرو كاس كي ريست مالا لو اكس ولا لا مالا توا ما عادش ماهيش من عندي المشكل باهي الي دونك هذا سي تان زيرو وهذه الاكسبونونسيال اكس تون فير موان لانفيني ولا موان لانفيني يعني تبقى زيرو موان لانفيني موان لانفيني موان لانفيني وباش نزيدوها زيرو سي موان لانفيني هاك ولا اي مسيو فوالا دونك ليميت دونك la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale 0.
ب بس لازم نكتبها هذيك دونك هذيك ليه سيبوها وصلت للنتيجة انت كهو معناه لهنا فهمتني وصلت للنتيجة سيبوها معلش مش تعمل بيها داكوردو بريكم باي باي هاي سيدي انا باش طلب منها باي لو كان هنا اسمعوني لو كان هنا طلب منا الانتربريتاسيون شو نعمل في المون لانفيني ادغوات يغريك يغرى زيرو هاي est une asymptote verticale horizontale horizontale au voisinage moins l'infini. Voilà. Interprétation. Colorora ou la droite d'équation. Y égale 0. Hey, c'est une asymptote horizontale au à voisinage courbe, l'infini. Au voisinage de plus l'infini. Moins l'infini. Moins l'infini, pardon. Mokhdemna hna fi moins l'infini. Voilà. Oui. Très bien. هاي سيدي دونك هاكا احنا حتى ما قالش انا استعملناها ب بتي بي يا جماعه فيرفي كو لا دروات دي دلتا دي كواسيون ايكريكال اكس اي تون اسمتوت ا كورب فوزيناج دو موان لانفيني يعني شنو نعملوا ليميت في الموان لانفيني لا هي هي ليميت ليميت في الفوان لانفيني ايغال اف دي اكس موان دلتا اللي هي ايغري ايغال اكس باهي اف دي اكس موان اكس ما عرفش صحيح مش اف دو اكس موان دلتا اف دو اكس موان اكس داكوردو ام وان اف ايغريك تنجم تكون عدد يعني تنجم تكون مثلا 2 اكس ولا تنجم تكون عدد يعني اي شنو المشكل تو ما فهمتكش انا ليه معناه قصدي الايغريك يعني ليكواسيون دي دروات دلتا تنجم ايغريك ايغال العدد معناه مش بالضروره تكون اكس لا 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 اسمعني بنتي وقت لي y هي معناها y يقال كونستانت عدد 2 ولا 3 ولا منزع ولا اللي هو هاك ولا هذا ما عادش اسيمتوت اوبليك وقت هذوما اللي اسيمتوت هوريزونتال اي ما اللي اسيمتوت هوريزونتال الاوبليك هما اللي y يقال a فوا x بلس b هذوما الاوبليك فهمتني بنتي اسيمتوت هوريزونتال L'asymptote horizontale, y égale constante. Ou l'asymptote verticale, x verticale égale constante. A quoi? Hey, what? X égale constante. Ou le mêlin, hum, a x plus b. Ande, que dit, hein? Wabah, monsieur. Yani, x moins. Limite. En moins l'infini. Allez, x moins... x moins exponentiel x moins 2, moins x. Voilà. Application. X ou x. Donc, qu'est-ce qui reste x, x exponentiel x moins 2. Je t'en ai dit comme monsieur, que le phase en temps... moins exponentiel x moins 2. Et voilà. Égal. Moins exponentiel de x. Moins exponentiel de moins 2. Voilà. Ou la sûre, kiff kiff. Ben, exponentielle x dit en 0 en moins l'infini pardon moins l'infini regardez j exponentielle x en moins l'infini 0 0 0 fois e moins 2 0 voilà donc c'est un 0 d'accord oui ben, allez je te l'appelle maintenant vérifier hein? Vérifier ben. Qui amène la limite de f de x moins l'équation de la droite. J'ai 0, ça veut dire quoi? Est une asymptote oblique. Égal à x. Très bien. Équivalent. La droite d'équation. Y égale à quelques millilitres. X. Y égale x est une asymptote oblique. AC de f. Oblique AC f au voisinage de moins l'infini. Très bien, au voisinage. J'ai une fonction, il faut que j'ai une boule basse à dire, ça ne bouge pas. Où est-ce que tu as dit? Ah, c'est qui ma hack, c'est style hack. Ah, ouais, hâte à ce moment-là. Ah, mais monsieur, presque ça va être, Fibel. Aïe, aïe. C'est ça, mais ça va. Je vais vous dire, hâte à l'albi. Bon, ça va. Là, là, اسمعني 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 اصبر وشوف روحك في الاخر حتى لوين تنجم توصل واضح ولا مريقلين توا ذوما الكل مريقلين ولا؟
مسيو بروبي باش نسلك يا اخي نفس السؤالات نتاع الاكسبوننسيال هما نفسهم السؤالات نتاع الالات جوست تبدل الفونكسيون. نعم نعم جينيرال مو نعم واضح به هاي سيديا هما ديما اخي شنو هو سي تاني تيود دو فونكسيون المراحل نتاع لي تيود فونكسيون بريسكو كلهم كيف كيف تتبدل لك الفونكسيون فقط يزمك انت تعرف كل واحد القواعد نتاعها باش ترك به تاو كيقول لي بوزيسيون يا جماعه بيتي سي ايتودي لا بوزيسيون بوزيسيون دو سي اي نتا ولا فوالا اوديسيون اي دلتا خلينا نشوفوا هذا احنا لا ما نعرفوش اسمعك احنا كي نجيو نعملوا البوزيسيون مو نعملوا اف دو اكس موان ليكواسيون دو لا دروات ولا وي هذه خدمنا بها قبل قاعده لنا موان اكسبونونسييل اكس موان 2 ولا موان 2 احنا يا جماعه اسمعوني مليح اكسبونونسييل فوق راس اي سو كونيكسيون عندك ضعيفه اللي توجور بوزيتيف مهما يكون الحاج لا يا في ترى يا حمزه شنو النجم هنا نعمل نطلبهم زعما ترى سيدي والله نحاول ماكسيموم اسمع فيك تقول لك ايه ان شاء الله هكا ابرك فهمتك فهمت ابرك شي تو اي مره هي سافا مره سافا ومره جمل مره سافا ومره تكيكس شويه اي مره تكيكس شويه وقت اللي تبدا تتكلم في حاجه يعني كي تبدا تفسرك مثلا معناها ما تحبكمش تفهموا يعني وقت الرسمي وقت الرسمي يتعملها معنا لا 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 اسمعوني ميسيش حتى كان عارفش اقول لكم حاجه حتى اذا لو كان هي الكونيكسيون ترخ بينا شويه وقت اللي صحيت وقت يجي الصوت متقطع قول لي يا مسيو عاود لنا الحكايه هذيك واضح ولا واضح مسيو تربيه ليش ترسينا ميسيش يا خويا ميسيش اللي يحب كيما يقولوا اللي يحب نجاح العلبه صار الليل صحيت ولا قوم بك يا بليدي يا مصبي هاي خويا صافاش يتوا على الاقل لا واضح مسيو توا هاي الحمد لله احنا ندبروا كتري في الوضوء احنا نربحون في القرايه باه مش قلنا اكسبونونسييل اي حكايه ديما بوزيتيف ديما بوزيتيف باه واحنا عندنا هنا مو اكسبونونسييل حاجه دونك هذه شنو تجينا او دوسو مسيو لا لا استنى استنى اعطيني العلامه على الصفر هذيك على هذيك كل هذيك كل اكبر من الصفر لا اسمعوني شويه هذيك وراها الموا سيلفو بلي اسمعوا شويه اسمعوا شويه اسمعوا شويه انا قلت لك اكسبونونسييل اي حاجه تجي بوزيتيف وهنا عندنا موا اكسبونونسييل نيجاتيف صحيت نيجاتيف فوالا دونك هذه شنو تستنتج منها تو مادام هي توجور نيجاتيف ان البوزيسيون دي اس سي اف تحت سور اون دوسو اون دوسو دي دلتا مسيو دوسو تحت نعم وي اون دوسو دو دلتا بارتو سورتو تير يعني احنا البارتي نتاع الجراف مسيو تجي لوطا ما تجيش لفوق صحيت ديما تحت اوكي ديما الكورب تحت تلتا باه هاي سيديا لا فما تقاطع لا فما حد شيء باه سيديا دوزيام هاي اسمع دوزيام مونتري كو بور توت ار فوالا مونتري كو بور توت اكس ابارتونون ا ار اف دو اكس ايغال اكس فاكتور دو 1 موان اكسبونونسييل اكس سور اكس فوا او موان 2 باه فما زوز حاجات من هنا يا جماعه اما نبداو من الاف دو اكس ونعملو اكس اون فاكتور والا نبداو من هذيك وننشروها نوصلو الاف دو اكس واضح ولا واضح تري بيان باه نبداو من هذيك اسهل لنا الناس الكل وننشروها ونشوف ايه باه يا سيدي هاي مع بعضنا بشوي بشوي هاي سيدي بورتو اكس ابارتونو ا ار كلك سوا اكس ابارتونو ا ار هات نشوفو هل هاي سيدي رغم هنا بالله انا ماذا بيا نقول هنا اريتوال خاطر ديجا باش نقسمه على اكس دونك ما نفهمش علاش قاعده ار غاديك باه اي سي دي اكس فاكتور دو 1 موان اكسبونونسييل اكس سور اكس سور اكس فوا او موان 2 ننشروا يا جماعه ايغا
اكس هو فوا ا يعني تبقى اكس اكس فوالا هذه باش تجينا اكس مو له وتوا في هذه مو اكس exponentielle x sur x exponentielle x sur x fois exponentielle x exponentielle x s'il vous plaît ميسيرش نصلحوها هي في راس ترى في الاكس كي تضربها في الاكسبونسيال مون 2 مش تولي اكس اكسبونسيال مون 2 عندك هنا في هذه زادة قد مش تنشر في الاكس انت ولا يعني انت في راس حمز دو قل نعم يا ماس بقى يسمع 2 في 3 في 5 قداش يجي وذوم 6 في 5 30 صحيح هاك ما عملتش مال 2 في 3 و 2 في 5 فهمت همسي هاك ولا ماشي الاكسبونسيال اكس سير اكس و اكس ماشي ليه 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 ايه عندك طلع باه هاي سيدي هذه شو يقعد لنا يقعد لنا اكس اكسبونسيال اكس فوا موان 2 هذوما تو باش نطبقوا عليهم القاعده نتاع الاكسبونسيال هذوما زوز فا هاي اكسبونسيال ا فوا اكسبونسيال بي مون نجمعهم ولا Oui. Donc ça va être x, x moins exponentielle x, x moins 2. Et dis-moi, je f de x, voilà. Oui. Voilà. D'où j'ai une, quand on met le yam al, donc, rahi f de x égale x facteur 1 moins exponentielle x sur x fois e moins 2. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à R étoile. D'accord, oui. Ah, c'est bien. Allez, bat. Quand je vous fais, je vais vous faire ça. Je vais vous limite. Ah, ouais. Calculer la limite en plus l'infini. Avec vous, allez, je vais vous faire ça. Ah, c'est bien. Rakzoumaït, vous faites le petit b. Le petit b, c'est le deuxième. Ah, limite. Plus l'infini, f de x. Voilà. دو اف دو اكس ديما نكتبوا في عقلنا نعوضوا باه الاف دو اكس انا بينها تساوي هذه هكا ولا دونك سافا تيتر اكس فاكتور ا موا اكسبونونسيال اكس سور اكس فوا او موان 2 باهي قبل ما نتعديو احنا بعيد نذكروا حويجه من الكور راهو ليميت دو اكسبونونسيال اكس سور اكس كون اكس تون فير بلوس لانفيني هذه راهي plus l'infini, je me هذه c'est un résultat de cours. هاك ولا هذه لازم كي تعترضنا نحطوها طول. باهي معناها انظر هنا تبع معي هذه plus l'infini. ماشي plus l'infini. هذه باهي plus l'infini fois e moins 2 plus l'infini وعندنا moins من moins l'infini. فوالا هذوما الكل باش يوليو moins l'infini. حتى من ا معاهم سيدي هاي هذا الكل باش يولي موال انفيني البارونتيز وهذه هي بلوس انفيني موال انفيني تلقاه موال انفيني الموال تغلب تري بيان دونك ايكال موال انفيني تري بيان تري تري بيان فوالا هكا ممتاز هاي سيدي دونك ليميت لاحصول ديما ليميت دو اف دو اكس ايكال موال انفيني بلوس انفيني سي موال انفيني ها كله؟ وي باهي يا سيدي هاي سيدي شد عندك خويا نتعديو للي بعد هاي او صوتك تو مسيو 6 على 6 هاي يا باهي الحمد لله فهمت مريك هاي خويا ليميت دو اف دو اكس سور اكس تو اون بلوس انفيني هاي البرانش باهي هاي خويا ليميت دو اف دو اكس سور اكس سور اكس quand x tend vers plus l'infini يعني égale. x sur x limite x facteur de 1 moins exponentielle x sur x, sur x. fois e moins 2 sur x très bien tout le monde attends on va jouer maintenant sur x oui on va jouer sur x
ايواش دونك هذه هنا وهذه هنا هاك ولا وي سافا تيتر لا ليميت ريتون سي سور واحنا برك فما حتى اشكال مو اكسبونونسيال اكس اكس سور اكس فوا او موان 2 به هذا البارونتيز كومو لانفيني تري بيان هذا البارونتيز خدمناه قبل هذا اللي في وسط القوس الكلي جا ايغال موان لانفيني به دو دونك اذا لو كان يطلب منا توا لانتربريتاسيون شنو تقولوا له ديجا طلب تينو برونش سي اف تينو برونش بارابوليك ا ديريكسيون او جي به فوزيناج موان لانفيني برافو برافو تري بيان هاي سي دي ايكيفالون لي سي دو اف ادمي ادمي اون برونش اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون او جي او جي او جي او فوازيناج بلس لانفيني تري بيان او فوازيناج دو بلس لانفيني تري بيان ها تفهمنا فهمنا نمر خويا هاي الى الامام هاي نسيت تبلو ديفاليسيون شنو نعمل فوالا تري بيان هاي سيدي باش طلب منا لهنا ادريسي لي تابلو دي فاريسيون دي اف ايه صحيت اون فادريسي دونك لو تابلو دو فاريسيون دو اف به اف ها هيك ما ننساوش خلينا نذكروا اف دو اكس باش ما نتشوشوش راهي اكس بلس ولا موا موا اكسبونونسييل اكس موان 2 Voilà. B. F est dérivable sur R. Sur R. R et F égale. Je vais vous donner un peu de temps. Écoutez-moi bien. Exponentielle X, la dérivée est exponentielle X. Exponentielle X. B. Exponentielle alpha fois X avec alpha réel. Qui est la dérivée statine? Statine. Exponentielle alpha fois x. C'est quoi le jungir de alpha fois x? Yo, d'aller jungir, tu es. Alpha hier hier. Stanne, benti, stanne, stanne, fais le mot saïbe, d'aller. Chauve, ya. Ya Hamz. Esma, c'est ça. Exponentielle 2x prime, qu'a déjà dit, ouais. Ben, ma, okhrij men ba'dak sa'a lahza. Alish ana khat. باهي اسمع لا لايزي من اللي تفدليك ما نضيعوش الوقت اسمعني عايش خويا انا علاش نحب نعطيك من القواعد هذوما خاطر نعرف اللي برشا يغلطوا فيهم اصبر تعاون نتفاهم عندك هذه وهذه اربع حاجات هم واكسبونونسييل او دو اكس بريم واكسبونونسييل موان اكس اون بارتيكولي هذوما نحب هذوما الاربعه تكون حافظهم باهي اكسبونونسييل موان اكس شكون يعرف الديريفي نتاعها موا قبل موا اكسبونونسيال اكس لا موان زيك تقعد ريت اللي فوق الاكسبونونسيال تقعد كما هي ديما واضح هنا الفا اكس مشي نهبطوا الالفا خميس على بنت الفا اكسبونونسيال الفا فوا اكس صحي انا مش عملت غلطه شكون انت ولا انا انا هذه موان زيكس موان زيكس اكسبونونسيال موان زيكس كي قلتوا على الديريفي كيك كي عملتوا كيما الاولى ما عملوا كيما الثانيه مسيو باه صحي تعجبني ما هو يا فراس اسمه جيراس الالف الالف الالفا لهنا هي موانزا لهنا فهمت كيفاش هبط اللوط فهمت هاو باه يعطيك الصح باه يسمع هنا يا جماعه ايغال بالله ركزوا معي شوي ريتو الفونكسيون اللي فوق الاكسبونونسيال اكس هذيك فوق الاكسبونونسيال قلتهم ايه نعملو لها هي الديريفي ونضربوها فوا اكسبونونسييل اي دو اكس ما تمسش فهمتوا التاول برينسيب هذه اقوى واحده فيهم طبقوها فيهم الكل هذه هي القاعده العامه معناها ديما معناها نشدوا اللي فوق الاكسبونونسييل نعملو لها الديريفي والاكسبونونسييل تقعد نفس داكوردو باه يعني انا هاكا عملنا التحذير باش الفونكسيون تاعنا كي نجيو نعملو ديريفي ما نحلوش ها يا جماعة ها كيل كو سوا اكس ابارتيا ان ار توا اف دي اكس بريم ايغا اف بريم دو اكس ايغا ديريفي تاع اكس كومبيان يا جماعة اه واحد باه موان ها يا سيدي ديريفي تاع اكسبونونسيال اكس موان دو
تبقى هي نفس الشيء. سير موان دو صحيت. ديريفيت اكس موان دو قد يجي؟ زيرو. ليش زيرو؟ ديريفيت اكس هبطوا القوة تهبط القوة اكس موان دو بريم و اكسبونونسيال اكس موان دو اي ما ندخلوش بعض. اخص ديريفيت اكس موان دو قد يجي توك هاو داكورد. دونك موا اكسبونونسيال اكس موان دو واضح ولا باهي؟ هاي ديريفي هيك نشوفوها تا وقت شي قال زيرو باش نجمو نعملو التابلو. اف بريم دو اكس ايغال ا زيرو ايكيفالون اكسبونونسيال اكس موان دو اكس موان دو زي ما تجي زي ا اللي هي اكسبونونسيال زيرو. أيوة شي يلزم x موان 2 جي 0 ولا؟ وي معنى x قداش جي؟ 2 يعني احنا باش تتسافر في 2 صحيح. سنيل مش سنيل سنيل ميساج ميساج سنيل ولا تتسافر ولا ميساج. المهم الانسان يعرف يعمل حل فهمت؟ محليه متليكو به به اي خويا ميساج ميساج. شوف راهو احنا اهم حاجة عندنا أنه التلميذ يجاوب. يا ولدي كل واحد يتكلم بلغته اللي يحب عليها. هذه سميها تتسفر، هذه سميها جي صفر، هذه تسميها تضرب في الصفر، هذه جي زيرو، هذه فهمت؟ سان نول. المهم في الآخر الجواب يجيب نوت. واضح. باه. علي احنا نخدمه من موان لانفيني. توت اير، موان لانفيني بلس لانفيني. فوالا. قلنا سان نول في ال في الدو. في الدو. فوالا. باه. هاي سيدي. هنا. دونك اف بريم. افريم و اف دو اكس ب اي سي دي الاكسبونونسييل في وقت وقت اللي معناها الفونكسيون اللي فوق الاكسبونونسييل ايغال 0 جي 1 وقت اللي الفونكسيون اقل من 0 جي اقل من 1 باهي. دونك سي اكس انفيريور ا 2 اخذوا معايا ناخذوا عدد واحد مثلا باه خذوا واحد الا 2 موانزا موانزا اش تبقى بليس وموا صحيت ميساج اخذوا يا جماعه سي اكس اقل من 2 هاي سي دي معناها اكس موان 2 نيجاتيف والاكسبونونسيال مايكروسون ولا هذا باش عطينا اكسبونونسيال اكس موان 2 انفيريور اكسبونونسيال 0 اللي هي 1 ولا هكا ولا ايكيفالون هاي سي دي نهزوا هذوما بحذا ال 1 شو اللي لنا 1 موا exponential x موان 2 أكبر من صفر. دونك من هنا قبل سنين بوزيتيف ولا؟ وي. وبعد؟ نيجاتيف موان. فوالا تري بيان. دونك يعني الكورب نتاعنا طالعة وهابطة. برافو. أي هكا. ديجا حسبناهم الليميتات احنا مسيو. فوالا. لا ليميت أون موان لانفيني قداش لقيناها؟ ليميت أون موان لقيناها زيرو مسيو. في موان لانفيني؟ لا والله نعم ما يسيش فاقلكم ارجعوا ما هو يتكتبوا معي ولا عملوا كابتور به الليميت في بلس لانفيني قداش قيناها بلس لانفيني لا قيناها موال لانفيني كانت تذكر وقتها قيناها بلس لانفيني فوا موال لانفيني موال لانفيني لموا تغلب وما نعرف شو شنية هكا ولا به ها يا جماعة هات نحسبوا اف دو دو تو f de 2 هي 2 moins exponentielle 0 égale 2 moins 1 égale 1 ولا تفهمنا égale 1 1 voilà يعني 1 ايواش هنا 1 تفهمنا هذاك التابلو نتاعنا كامل امور مريقله واضح ولا واضح باه اي سيدي نمشي وديما ريتو حتى لتو مشادين رواحنا امورنا واضح باهي. montrer que l'équation f de x égale 0 admet dans R exactement deux solutions alpha et beta. اخذوا يا جماعة ركزوا معي ما يسال صحيح نجم شوف يا جماعة في الموان لانفيني 2 f continue strictement croissante sur l'intervalle موان لانفيني 2 وتمشي من موان لانفيني لل 1 دونك تعديت على الصفر ولا تعديت فوالا فما quelque part ان زيرو لهنا دونك هذا باش نشوفوه ليماج دو كي به كيف كيف تو في 2 بلس لانفيني ديكروسونت
continue strictement décroissante. Où elle va de 2 plus l'infini vers l'intervalle moins l'infini 1. من موين لمفيني للآن تعديت على الزيرو ولا تعديت هذا بش يكون لماج دالريال بيتا. بيتا أيواش هذا هو الخدمة بش نخدمه بالضبط البيجيكسيون يا جميع هاي سيديا نخدمه لول سور الانترفال سور الانترفال موين لمفيني دو لمفيني دو به اف اش بيه اف استريكتمون كرواسونت أول حاجة كونتيني Continue strictement. Strictement. Croissante. Croissante. Sur quel intervalle? Moins l'infini 1. Là, là, là. Moins l'infini 2. Sahid. Mais il n'y a pas moins l'infini 2. Monsieur. Oui, Abba. Attends, qu'est-ce que tu as fini pour le DK? Oui. Montrer que l'équation avec FDX égale à 0 est admis exactement de solution. نكتب لا دروات y يقال 0 كورب كوب لا كورب سي اف اون دو بوين ونحطوا لي بوين هذوك ليه حاسب وقتاش كي كان انا خليت هيك كي كمسيو باهي برشا باهي برشا غلطه ليه اسمعني اسمع انا كلمه غلطه لو ما نحبش نستعملها خاطر انت ديجا تو قلت كلام ما يقولوش اي حد معناه هاك ولا مش اللي يجي يقول ولكن ايترا انت وحدك زعما الكلام هذا يصلح وقت اللي يقول لي ريزودر جرافيكمون ولا ريبوندر بار كالكول ترا جرافيكمون صحيح شفت كيفاش اذا لو كان يقول لك ايتوليزي لو جرافيك تو لذيك تضرب نوت كومبليت لا دروات كذا كوب لا كورب اون دو بوين ها هما لي زابسيس نتاعها تك هذاك خالص اما توا ما عملنا حتى جرافيك قال لك مونتري كو ليكواسيون اف دو اكس ايغال 0 ادمي دون ار اكزاكتومون دو سوليسيون هني على الكالكول يعني باش ريت كلمه اكزاكتومون معناها ما فما كان زوج فقط داكوردو باه دونك هنا ما فماش جراف شنو باش نعمل هنا كي نقولوا لا دروات كوب شكون قال وين ريت هنا ما عملتش تصوير داكوردو دونك هنا رد بالك هذاك علاش الجواب هذا يولي اوبليغاتوار باه هناك يقولوا اسمعوني الكلمات المفتاح معناها اللي باش ناخذوا عليهم النوت اف كونتينو استريكتومون كروسانت ولا ديكروسانت دونك اف رياليز اون بيجيكسيون بيجيكسيون يعني نحفظ فيها حفاظه ما نعرفش معناها بيجيكسيون هي حتى احنا ما نعرفوهاش شنو شكون قال لك ما تحفظهاش احفظها ديجا هي حفيظه يعني ديجا هي فقره صحيح اسمعني 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 شوف تحب تعرف معناه ما نتول الحق المجال ما يسمحش ما خلنا نعطيك عليها لمحة بسيطة برش به كي تقول فونكسيون بيجيكسيون معناه كل إليمون عنده اون سول إيماج وكل إيماج عنده اون سول ان سول انتيسيدون فهمت علاش احنا تو كي نقولوا بيجيكتيف نقولوا دونك إل إكزيست ان سول عخاطر في البيجيكسيون كل إليمان دو لنسامبل داريفي معناه كل إيماج عنده أن سول انتيسيدون عايش ومسيو أمريكا ريتك واحد واحد معناه أنا نقول معناه كان من نكبروش في القوس لكوبل سان فيديل هاي سيديا في البيجيكسيون إيماج وانتيسيدون فيديل منجمش دوز انتيسيدون عندهم نفس الإيماج ومنجمش دوز إيماج عندهم نفس الانتيسيدون فماش تخلوي ذلاء كل واحد يقابل صاحب الكوردو يا ماست يا ماست بيه هاي بيه يا سيديا اغزل اف رياليزي اف رياليزي دو الانترفال موان لنفيني اللي بدينا بي دو سو الاماج بتاعه في عقل الاماج دو موان لنفيني دو الاماج دو الانترفال ذي بار اف به هذه مايكروواسونت هي الاف الشير هذيك دونك هذه باش يجينا لا ليميت دو اف اون موان لانفيني ولا هنا اف دو دو قداش لقيناها هذوما كان تتذكر هذه لقيناها موان لانفيني وهذه ولا ايواش هذاك الانترفال ساعات يقول لك ان انترفال جي هاو جي ان اي ولا
خليهم نفس الانترفال دونك تنسميو جي. باهي اسمعوني مليح يا حمزة، ها الجواب وين يجي بالضبط. زيرو ابارتيان ا سات انترفال، اخزر ما هي من كلمه بيجيكسيون، ها واش ينجر عليه وقت اللي تلقى زيرو ابارتيان ا الانترفال هذا موان لانفيني ا ايكيفالون. Il existe un seul réel alpha qui appartient à l'ensemble de départ tel que f de alpha égale 0. Ah oui. C'est-à-dire qu'il t'atteint l'unicité. Bijection t'atteint l'unicité. La stricte monotonie. Ben, de même, غير ما نقعدوا نكعروا برشا، de même بنفس الطريقة، de même sur l'intervalle 2 plus l'infini، نفس الموضوع، f strictement décroissante. Donc il existe un seul réel il existe un seul réel bêta بنفس الطريقة يا جماعة، بنفس الطريقة هاو دو ميم، خاطر راح مش نعاودو نفس الكتيب، مش نقولو f اش اسمه f continue strictement décroissant sur l'intervalle 2 plus l'infini. اسمعوني مليح، donc f réalise une bijection de 2 plus l'infini sur le même intervalle moins l'infini 1. D'où, puisque 0 appartient à moins l'infini 1, donc il existe un seul réel bêta. Où est le bêta? Bêta appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, tel que f de bêta égale 0. Ah, c'est-à-dire, ah, nous avons un seul, regardez bien, un seul alpha et un seul bêta. هاهما الزوز، هاذوما لي دو ريال الفا اي بيتا سوليسيون دو ليكواسيون اف دو اكس ايكال زيرو. اش معناها؟ معناها من بعد كي نجي نصور لا كورب دو اف الفا كوبي لاكس دي زابسيس اون دو ريال الفا اي بيتا فقط. باه كونستروير تو دلتا اي سي دون لو روبير او اي جي، اون بروندرا الفا ايكال زيرو 16 اي بيتا ايكال 3.15. باه هاي سيدي اغزرو يا جماعه، توا باش نصور، نجيو نصور. اسمعني، كي نجيو نصوروا الكورب، اول حاجه هات نحطوا التابلو نتاعنا الساعه ريبير باردون ايزاكس الزوز. باه هاي خويا، هذوما ليزاكس. باه 016 هذه نكبروا شويه في الريبير، بالله ناخذ كل زوز واحد، واحد اثنين ثلاثة. باه مش يبروك على ذيك الجراف التراساج، ليش وي مسيو على ذكر التراساج، يعني في ورقه الديفوار ما يجيبناش ريبير حاضر، احنا شنو نصنعوه يعني؟ فما بنتي، فما دي زيكزرسيس يجيب لك هو معناه في انكس، واضح فهمت، كي يبدا في دوني باش يعاونو يجيب في دوني، خاطر في بالي لانكس يجي كان في ستات معناها اللي لا 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 ينجم بارفوا في الكورب يجي، معناها فهمت، واضح يعاوننا بحاجه، فهمت يعاوننا بحاجه. وي باه هاي سيدي اسمعوني بالكدا، 016 نقولوا هنا الالفا مثلا، باه 0.16 هذه الالفا مثلا، باه البيتا 3.15 يعني بعد 3 بشوي، ايواش هذه البيتا. باه هاي سيدي هذوكم الفا وبيتا، منين باش تقص الكورب لاكس دي زابسيس. شوف يا جماعه قبل ما نعمل حتى شيء، نمشي نسطر الدلتا. الدلتا شنو ليكواسيون تاعها؟ اي ايغال اكس، اي ايغال وي تري بيان، اي ايغال اكس هي 0 0 1 1 الى اخره، لا بريمير بيسيكتريس نقولوا احنا، وي ولا وي. ها سيلفو بلي سيلفو بلي باش نوصل لك تو، حتى لهوني قداش ناخذ نجم نخدم هذا كل باش تبطل انت من غاديك هاو يزي هاو يزي لا لا بنتي ها مزال ولا مزال دلتا ديكواسيون
y يقال x. باهي تنقول لك حاجه بالحق، عندكم الحق، خاطر انتم وقت اللي تبدا نقول احنا تسميوه انتم قصه، وقت اللي تبدا الوضعيه انتم ما عندكمش وسع بال. اي هاتوا نفهموها وتشوفوا كيفاش، ما فيها حد شيء. اي سيدي باه، اول قبل ما تصور يا جماعه ترجع للطابلو نتاعك، اعمل طلع على الطابلو، الطابلو اش فيه سيدي؟ اف بريم سانيل اون دو يشونج لو سين، وعندنا اف دو دو يقال ان. اي سيدي اف دو دو يقال ان، ركزوا معي شوي، اف دو دو يقال ان، اي دو ان، هذا هاو اف دو دو يقال ان. هذه هنا فما ان تانجونت هوريزونتال، واضح ولا؟ هذه قال صفر هي اللي ماشي هذيك، خاطر هذيك اف بريم سانول ايشونج لو سين، باش تجي فيها تانجونت هاك ولا هوريزونتال؟ تانجونت هوريزونتال وي. باهي اي اي باهي لاسيمتوت او فوازيناج دو موان لانفيني، خلينا نمددوا فيها شوي بالله. لاسيمتوت باه باه. هاي سيدي شوف، هذه بوان من الكورب هاكا تنخدموهم كل انفير، هذه بوان من الكورب كيفاش خويا؟ نعم كيفاش يا خويا؟ كيفاش حمزة؟ باه هاي سيدي نجمو هنا نحسبو اف دو زيرو، اف دو زيرو يقال كومبيان يا جماعة؟ اف دو زيرو ترى قداش جات؟ سهلة بيعات قداش؟ لحظة موا ان سور او كاري قداش ابوبري؟ موا زيرو موا زيرو فرقول تريز صحيح، شفت موا زيرو تريز هنا؟ باه اغزر يا جماعه، الكورب باش تجي من هنا هك، قص من الالفا تعدى على كذا ولا ما تمسش؟ ما تمسش اوكي، باش تبدا تمشي توا مع لاسيمتوت نتاعها دو دلتا، فوالا تبدا تمشي وتقرب للدلتا ما تمسش به. هاي سيدي بالله هيك الميكرو سيلفو بلي ياسر، فما شكون بعدها تشويش يعيشكم. وباش تتمس البيتا زاد مسيو كله، اي باش تقص على البيتا وتعمل اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون او اي او بي او جي. لوزي قلت لك فما امكانيه سنا تجينا الكتروغرافيك ان شاء الله؟ لا بالعكس، لكتير جرافيك اسهل خير. لا والله هيك خير. مسيو بروبي باش نسالك يا اخي توا فوالا دونك سيل فو بلي سيل فو بلي لا كورب دو اف، اتفقنا؟ هذه البرونش بارابوليك دو ديريكسيون او جي او فوازيناج دو بلس لانفيني، هذه لاسيمتوت او فوازيناج دو موان لانفيني، وقلنا ديما الكورب تحت لاسيمتوت فوالا دونك الامور واضحه. باه ركزوا معايا يا جماعة، نحبوا نقرأوا توا المسألة ونفهموها ونشوفوا كيفاش نربطوها مع التمرين متاعنا. باه هاي سيدي ركزوا معايا شوي، كاتريام مو اش قالك في الكاتريام مو؟ ركزوا معايا مليح. باه ان انتربريز برودوي شاك جور اكس سنتين دو كومبوزونت الكترونيك داكوردو افيك اكس ابارتيان ا 04. اسمعوا مليح، هذه مثلا نقول واحنا تنتج في لي زامبول، هاي كومبوزونت الكترونيك ولا ما يسالش الكتريك هذه لي زامبول، ولكن الاكس اللي نقولوها احنا بالمئات مثلا كي نقولوا اثنين شنو نقصدوا؟ الفي بالمئات يا بنتي اهدي. بالمئات 200 كي نقولوا 1.5 معناها قداش؟ 150 صحيح. 0.5 500 ولا 50 50
50 نص المية قديش يا بنتي؟ 50 صحيح. كنقولوا شنو قصدو؟ 100 صحيح، برافو، تريبيا كهرباء. تريبيا بريبيا معناه هكا. والانتاج قال لك الفاري زيرو من زيرو للكاتر اون سونتين، معناه ينتجوا ما بين صفر و 400 كومبوزونت. باهي هاي سيدي، شاك جوره لو بينيفيس الجبريك. كي نقولوا الجبريك معناه هو يقيد لنا قداش تكلفت لنا ولا قداش صورنا، سواء ربحنا ولا خسرنا. هذاك شو معناه الجبريك؟ بينا كان احنا تجمعت لي كود جينا هكا سيتوياسيون تاع كود. لا 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 اخسر. شوف كل شعبه وعندها عندها وضعيه، عندها دي زيكزرسيس تجي فيهم الخاصيه نتاعها. داكوردو، مثلا في السيونس ينجم يجيبوا لهم في البروبابيليتي على ميكروب والا جروب سونغان ولا حاجه، فهمت كيفاش؟ في الايكونومي هاكا نخدموا بينيفيس وبيرت وغان وغيره فهمت كيفاش؟ كل شعبه عندها الخاصيه نتاعها من غير ما تخمم. باه اي سيدي، لو بينيفيس الجبريك غان او بيرت اون فيت، خاطر هو باش نحسبوه، باش نحسبوا عدد. احنا كل مثلا انتاج اكس باش نشوفوا شي قابلوا مردوديه، كان تجي نيجاتيف باش تتسمى بيرت، كان تجي بوزيتيف باش تتسمى غان. اون ميلي دو دينار اي ايغالا اف دو اكس. لو بينيفيس تحسب فيه اف دو اكس يا جماعه، لو بينيفيس اي دوني بار اف دو اكس. ايغال اف دو اكس، اف دو اكس هذه ايغال اكس موان اكسبونونسييل اكس موان 2، هذا لو بينيفيس، هذه باش تحسب لنا لو بينيفيس. ايوا شبيه، خلينا نشوفوا البينيفيس هذا قداش باش يطلع. مثلا بور اكس ايغال 0 عندنا موان حويجه، دونك فما خساره اذا ما نخدموش. موان مسيو مش قلنا صحيت، اذا ما نخدموش دونك طلع البينيفيس موان. واش معناها موان؟ يعني بي خساره. صحيت، معمل يخدم وخدامه ماشيين جايين وحنا ما نتجناش، دونك باش نخلصوا من جيوبنا، هذاك اش معناه خساره. كي نبداو ننتجوا بالطبيعه باش نبداو نتغلبوا على كل المصاريف هكا، ولا وقت توصل المداخيل تفوت المصاريف، وقتها نبداو في الربح ولا وي داكوردو. فوالا تري بيان اي سيدي باهي. باش نشوفوا توا اش طلب مني يا سيدي. كال اي لو نومبر دو كومبوزون برودويت بار جور بور كو لو غان سوا ماكسيما، كالكولي سو غان. باهي اي سيدي، مش احنا قلنا البينيفيس هي اف دو اكس تعطينا البينيفيس ولا وي؟ هاي نرجعوا للكورب، وحنا باش نخدموا سور لانترفال 0 0 4 فوالا، قولوا هنا 4 مثلا. باه الفونكسيون الكورب نتاعنا ذي باش تعطينا لو بينيفيس ولا ايواش. وقتاش تعطينا ماكسيموم فانا بلاص في الان مسيو؟ في الان، ها هو الان هنا الماكسيموم. ليه الماكسيموم مش هي النقطة ذيك؟ مش قلت قداش؟ اسمعني هذه مشكلة نحبكم تردوا بالكم منها. أنا ما قلتلكش قداش الماكسيموم، قلتلك فين الماكسيموم، فين بالضبط. معناها ليماج تاع 3 تاع 2 تاع 0 تاع 1، فأنا بلاصة أعلى نقطة تقابل شنو؟ 2 هاك ولا كليل النومبر. تعرفش معناه كليل النومبر اخي؟ شكون هو النومبر دو بيس؟ الاكس ولا مو هذا النومبر دو بيس ولا اون سونتين؟ كي يقول لك كليل النومبر معناه الاكس قداش. هاي هاي سيدي، نجي نقول له مالي يا معلم، اتان سون ماكسيموم. هاي سيدي اخسر، هاتو نبدا نربط في الكلام بشوي بشوي. لو بينيفيس، لو بينيفيس اي ماكسيمال équivalent les f de x maxima. F de x atteint son maximum ou là son maximum. Fine g le maximum de f de x. On a 2. Pour x égale 2. 2. Ah, ben chouette. Voilà que nous avons dit en centaine ou là. Yani, eh oui. Voilà.
دو لو نومبر دوبجي قداش؟ دو فوا 100 صحيح تري بيان. دو لو نومبر دوبجي لو نومبر دوبجي كي دون ان بينيفيس ماكسيمال. شفتوا كيف سهله الحكايه؟ بركة واحد يوسع باله ويفهم. ان بينيفيس ماكسيمال اي 200 بيس. 200 بيس. ب هنا بور 200 بور لا برودكسيون دو 200 بيس نعملو توب، نعملو اكبر مربوح. باهي اش قالك بعد؟ قال فلكي اللي قالك كالكولي سو غان. سا كالكولي سو غان معناه الاف دو دو، ما هو هكا ولا لا؟ وي ايواش. باه لو غان هي اف دو دو. احسبوا معايا اف دو دو قداش؟ دو موا. اي مش حاسبين احنا في التابلو؟ لقيناها اف دو دو يقال ان. ان كوا لينيتي شنيا ذي؟ دو لو غان اي كومبيان؟ 100. لا اخزر بنتي، قالك دون لو غان اون ميليي ميليي دي دينار. ايواش لو غان اي 1000 دينار. ايوا معناها كي نخدموا 200 بيس نوصلوا احسن بينيفيس اللي هو 1000 دينار. D'accord. Ben, pour quelle quantité de composantes produites par jour l'entreprise réalise un gain? يعني monsieur وقتاش تصنع l'entreprise quantité باش تربحها؟ صحيح. ما هي اخزر اش قلنا احنا وقت اللي مازلت في الزيرو مازلت ما يشتنتش، فما خساره ولا فما خساره؟ صحيح. تبدا هي تخدم باش تتغلب على المصاريف، تتغلب على المصاريف، يجي وقت توصل إيجال قد المصاريف قد المداخيل، دونك وقتها زيرو ما فهمش مرابيح، وبعد تزيد شوي في الانتاج تولي تدخل في المرابيح. يعني احنا في الكلام هذا انا باسي بار كوا اون فيت؟ بار لي ترى خدموا لي مخاخكم شويه خلينا نجاوبوا. بيتي بي شوف، هو موك يبدا نيجاتيف يتسمى بيرت ولا وي، وكي يبدا زيرو معناه قد المصاريف قد المرابيع معناه ايجا هكا ولا وي. وقت اللي يولي البينيفيس سوبيريور ا زيرو بدينا في الجان ولا دخلنا في الربح؟ باهي صحيح تري بيان، دخلنا في الربح. كي نخزروا للكورب احنا في الزيرو كانت هنا ولا كانت بدات طالعه ولا طالعه؟ في الالفا وين جي في الالفا قداش؟ 0.16. لا مش عندي فيها، مش عندي فيها في الالفا. اف دو اكس كومبيان؟ اف دو الفا كومبيان؟ اف دو الفا قداش دخنا؟ هاي اف دو الفا مش زيرو هي، وكيف كيف اف دو بيتا زيرو ولا با اف دو الفا ايجال زيرو. دونك ملي نفوتوا الالفا تولي الاف بوزيتيف ولا باي هيك؟ متفاهمين انه شو الكورب؟ فاهمينها كيفاش البروغريسيون نتاعها ولا؟ في الزيرو الاف دو اكس نيجاتيف، اف دو زيرو نيجاتيف، معناها احنا مازلنا ما بديناش ننتجو، خاسرين، خاطر نخلصوا في الدنيا الكل، المعمل واقف، لونتربريز، ما ضو، خدامه وكل شيء ومانيش ننتجو، دونك فما خساره. بدينا ننتجو، بدات هي تطلع الكورب، في الالفا جيت زيرو، اش معناها في الالفا زيرو؟ معناه في النمبر الفا بالضبط قد المصاريف قد الانتاج ولا وي ونا. في الزيرو ايه صحيح. الفا في الالفا في الالفا قد ال... هي موقف دو الفا يقال زيرو معناه لا فما ربح لا خساره وي. ومن اللي دوبه من فوتو الالفا مش اف دي اكس تولي بوزيتيف ولا ايه تولي طالع معناه معناه بينيفيس ولا بوزيتيف؟ دونك اون اون بارل دو غان، نحكيوا على صحيح. ها يا سيدي اش معنى كالي لا كونتيتي دو كومبوزونت برودويت بار جور؟ بور كيل كونتيتي دو كومبوزونت برودويت بار جور لونتربريز رياليز ان غان؟
هاي سيدي اش معناها اون رياليز انجا؟ تقسم اسمع لي ولا نعم ترى قداش من كونتيتي لازم نبيعو هاي اون رياليز انجا وقتاش يتسمى جا؟ وقت اللي اف دو اكس سوبيريور ويقال ازيرو وي ونو وي ما هي هاي سيدي اي معنى اف دو اكس يقال زيرو سوبيريور يقال زيرو اش معناه؟ وقتاش هي زيرو الساعه لهنا؟ وقتاش زيرو هي؟ فين وفين؟ في الالفا في الالفا والبيتا ميس عليك يلزم ما بيناتهم ولا؟ ما بينات صحي هاي سيدي ما بيناتهم في وقت يبدا الانتاج ما بين الفا وبيتا وقتها جا هاي سيدي هذا ايكيفالون اللي اكس اكبر من ألفا وأصغر من بيتا. لا خنقوله ما دام نحكيه على جا صيّ ولينا ستريكتومون بوزيتيف. به الألفا قديش؟ الألفا قديش؟ 0.16 والبيتا 3.15 به إيش معنى 0.16 قديش من بيس؟ يعني اف دي اكس الاكس نعوضها ب 0.16 اي 0.16 وحنا اش قلنا الاكس فوا كيكا اكس ناخذوها كما هي اكس يقال زيرو اكس يا اخي بشوي بالله خلينا نرجع بشوي ركزوا معي يا اخي انا قبيله كي نسال فيكم كي قلت لكم اكس يقال اش معناها يا بنتي انت اش قلت لي اش معناها لا 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 الاش نقصدوا به وقت نقول لك اكس يقال اش نقصدوا به قداش من بياس يرحم والديك 100 وقلت لك 0.5 قلت لي 50 قلت لك 2 قلت لي 200 قلت لك 1.5 قلت لي 150 اي 0.16 قداش من بياس عايش بن 160 بالله 16 هاي نضربوه في 100 العدد الموجود نضربوه في 100 هاك ولا وي فوالا و 3.15 قداش من بياس 315 صحي هنا ما نقول له يا معلم ضربناهم في 100 هي انسي اون رياليز ان غان اون رياليز ان غان بور اون برودكسيون انتر 16 صحيح انتر 16 اي ايه 3.5 فوالا بيس واضح ولا واضح خاطر في الانترفال هذاك الاف دو اكس جي بوزيتيف دونك يل ساجي دان جا متفقين يا جماعه باهي انا نحب بركه شوي ملاحظات على على المساله تاعو ماهيش صعيبه بركه انتوما ملي تشوفوا حاجه ما تعرفوهاش ما نعرفش علاش تدخلوا امور بعضها و... أه؟ تحسكم تتوتروا علاش ماشي على خاطر في الكلاس ماشي على خاطر في الكلاس مستنسين نوصلوا حتى يعني تراسات هاي كل الوضعية نحسها أول مرة تجينا يعني واحدة من الناس الوضعية ما قريتهاش وسط العام باهي هاو تو قرينا هاو فرصة باش شفنا وضعية نوسعوا بين ونفهموها تو نفهموا واش فاهمة في الحكي واضح ولا واضح إن شاء الله ربي ينجحكم وربي معاكم إن شاء الله بالتوفيق باهي حاجة برك نقولها لكم ثقتكم في رواحكم هي المهمة على الآخر وبقدرة ربي فما كان الخير ما نهبتوش يدينا حتى طرف بقدرة ربي من ناجحين الناس كل إن شاء الله ربي معاكم ربي معاكم إن شاء الله وربي يوفقكم الناس كل إن شاء الله مسيو أبابا أخوي حسا جاي أنت مازال حسا جاي هو توا يا فما ليلة أخرى والله لا نعرف ما قالوا ليش كان جيت هنا كان جاء واحد من الخيان كيف كيف إن شاء الله ولكن جيت أنت يا مسيو قدينا شوية جراف قدرة ربي كان هنا ورس خويا ما نعملوا جراف ميسيش ما عندي حتى مشكلة مرسي بكو عاشكو في على خير تقابلنا مرة أخرى في بهاك ما تقابلناش إن شاء الله ربي معكم وربي يجيبكم في الصواب إن شاء الله عاشكو مسيو إلى اللقاء موفق إلى اللقاء على خير عايش إن شاء الله فرحانين الكل إن شاء الله إن شاء الله عاشكو مسيو عايش